الزيارة متاعنا هي أعطاء إشارة انطلاق لانطلاق الأشغال متاع تقسيم المنصورة. التقسيم المنصورة احنا نعرفه اللي هو مش يشمل معناتها تجهيز هام جدا اللي هو المستشفى متاع ملك سلمان، وإحنا التحضيرات هذه كلها نحب نحضروا التهيئة الخارجية وخاصة نبدأوا بالربط متاع المستشفى الملك سلمان اللي هو زادا كيف مش ينطلق إن شاء الله معناتها في أقرب الأجال. المشروع ذي القيمة بتاعه 117 مليون دينار، يمتد على 87 هكتار، وبالنسبة للمستشفى 13 هكتار هي مخصصة للمستشفى ملك سلمان، ويحتوي المشروع ذي على معناتها مقاسم فردية، مقاسم نصف جماعية، مقاسم جماعية متعددة الوظائف، طرقات، مناطق خضراء، يعني تجهيزات كبيرة. 540 يوم المعتمديات. احنا تورا جينا معناتها في الزياره هذه، ولكن بصفه عامه احنا قاعدين نعطيو في توصيات كبيره للمقاولات، خاطر عديد المشاريع المعطله واللي لاحظناها في معناتها على مستوى المقاولات الكل، مش في ولايه قروان برك، في عديد المناطق، ولونا معناتها المعتمدين والناس الكل معناتها تتشكى من خاصه من الاجيال. الأجيال هما نعرفوا اللي مروا بصعوبات كبيرة، المقاولات هذه صعوبات مالية، فما صعوبات متاع الكاريير المقاطع اللي فما معناتها في المدة الأخرى فما صعوبات كبيرة في حكاية المقاطع، ولكن احنا لقينا حلول لهالمشاكل هذه، وبطبيعة الحال وقت يلقاو حلول زادة المقاول ما معناتها ملزم باش يتبعوا وينجز المشروع متاعه في الأجيال متاعه. وهذا هو راهو ما عادش نقبلوا توا، راهو ما عادش نقبلوا هالتعثر وهالأجيال اللي تطوي. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.